مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوف لا فيديو تاعي اليوم، انا نرحب بكم على قناتي، قناه ريسيكلاغ هاند ميد دي اي واي. ونقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، اذا شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا اليوم لكل عشاق النباتات جبت لكم ورشه نباتيه 100%. دونك الجزء الاول عندنا ورشتين هنايا، اليوم راح نشوفوا كيفاش نزينوا الاسيست تاعنا تاع النباتات. كنا شفنا ديجا فكره معايا، يعني اللي راهم ابوني معايا في القناه، كيفاش زيناها بحبل الخيش. اليوم راح نستعملوا الالوان الاكريليك، وراح نشوفوا تقنيه اخرى باش هكذا نتعلموا عده تقنيات. وفي الورشه الثانيه راح نشوفوا كيفاش نقوموا باكثار هذه النباتات المنزليه في المنزل بطريقه بسيطه وفي وقت قصير جدا. دونك هي نبته قلت لكم يا ورشه 100% لعشاق النباتات. دونك هنايا واش نحتاجوا في هنايا في الورشه تاعنا هذه اللي راح نقوموا بتزيين هذا الاسيس، يعني مخدوم من الفخاره من الطين. دونك هاوليك الاردنيين يعني عيطوا لهم الاوار جو بونس. دونك الاسيس تاعنا شوفوا كيفاش كان. دونك كان بدات كان مصبوغ ديجا باللون البيج، لكم تشوفوا انا واش درت، مسحته مليح من الغبار وقشرت هذيك القشور باش من بعد ما يعني ما ديرليش مشكل كي نكون نخدم فيها. جبت هنايا لو جيسو، جيسو هنا هذا سي ان اوندوي. دونك هو نوع من لوندوي، هي عباره عن ماده يعني سميكه نوعا ما بالنسبه للاكريليك، والا تقدروا ديروها بالوان الاكريليك عادي، ولكن من الاحسن هذا لو جيسو هدايا. شوفوا كيفاش ثقيل، يعني القوام تاعو جاي ثقيل. دونك راح في خطوه اولى راح نصبغ الاسيس تاعي. درت له هنايا 3 طبقات باش خرج لي هذاك الابيض الناصع. هنا نسحقوا لاباز تاعنا، يعني القاعده لازم تكون بيضاء لانه راح نديروا فوقها لون اخر. دونك الابيض يخرج لنا الالوان كيما نديروا في الديكوباتش ولا سيرفيتاج، كي نكونوا نديروا لازم تكون لاباز تاعنا فريمون بلونش يعني بيضاء. اذا انا صبغته، في كل مره تصبغوه تخلوه ينشف، هنا لازم ينشف مليح. اذا درت له 3 كوش. ومن بعد واش راح ندير؟ دوكا عندي هاد الورق هدايا اللي فيه زيب، دونك عنده كي نحي هاد الورق راح نلقى يعني اللاصق اون كول. جبت يعني غطاء تاع قاروره تاعي بلاستيكيه، رسمت هاد الدوائر حوالي 15 دائرة على حساب نتوما حبيتوا ديروا بزاف دوائر ولا. اذا هاولي كنشوف بعد ما درت له 3 طبقات راح نحي نحي هذيك هذا كيما دوبلو فاز هذاك اللاصق اللي وريته لكم، راح تنحيوا هذيك الورقه اللي راهي تحمي. هنا نستعملوا هذا الورق، نستعملوه في التزيين، يعني كي تحبوا تغلفوا اي شيء كيما الاطفال يعني، ولا تحبوا تغلفوا اي شيء راح تستعملوا هذا الورق للتزيين. انا جي بروفيت يعني استعملته ووظفته في هاد الورشه. اذا راح نلصق كامل الدوائر تاعي يعني في الاسيس تاعي، راح نوزعها، نحاول نوزعها يعني نخلي مسافات تقريبا متساويه، يعني ماشي تشارجيو مكان يكون فيه بزاف ومكان ما يكونش فيه كامل. ونروحوا نمروا الى الخطوه المواليه. هنا الخطوه المواليه تاعي راح نستعمل فيها كي تشوفوا في الوان الاكريليك يعني راهي امامي. دوك راح نستعمل هنا الوان الاكريليك، راح نستعمل اللون الابيض دائما اللي راح نستعمله قاعده، وراح نستعمل معاه لون اخر. انا خيرت اليوم باش ندير اللون بينك، اللون الوردي، لو غوز، سيبو يعني لون شباب. دونك راح ندير اللون الابيض وراح نزيد له اللون الاحمر، وانتم ما تخفوه يعني على حسب اللون اللي حبيتو. حبيتو البينك تاعكم يكون فاتح دونك تزيدوا غير شويه احمر، حبيتو يكون غامق يعني بزاف داكن تزيدوا كميه معتبره. وهنا لازم الخلط تاع الالوان لازم يكون اللون لازم يكون متجانس. بالاكو كي تكونوا ديروا كيما نديروا الحلويات يعني كيف كيف كي نديروا الكولورون، دونك كيما الكلاصاج تاعنا حتى يولي لون موحد باش نديروا فوق الحلوى، هنا سي لو ميم برينسيپ. دونك كي تحصلوا على لون متجانس لون موحد باش تاخذوا البانسو تاعكم. انا البانسو تاعكم جو كونساي يكون شويه كبير، يكون عريض ما يكونش صغير. دونك راح تخلطوا الالوان تاعكم وتقوموا بصبغ البو يعني فوق هذاك الورق اللي هو لاصق. دونك هذاك الورق انا واش درت، غطيت به اللون الابيض. دونك وين راهو كاين الدائره هذيك راح يقعد ابيض، وين ما كاش والباقي راح نلونه كامل باللون الوردي. ومن بعد فيما بعد راح نحي هذيك الدوائر وتشوفوا النتيجه اللي راح نتحصل عليها.
شوفوا معايا برك هنا اللمعه اللي تحصلت عليها، كنت تشوفوا هذيك لابغيونس اللمعه هذيك، دونك هذيك درتها باللو فيرني تاعي، كنت عودتو عليه الفيرنيج هذا تاع اشغال يدويه. دونك راح تجوزوا بعد ما ينشف اللون البينك تاعكم، تجوزوا طبقه كامل في البوت تاعكم في الاسيس تاعكم باش يحمي اللون ويطيلوا هذيك اللمعه اللي راكم تشوفوها. إذا الجزء الثاني من هذا الورشة راح نشوفوا كيفاش نقوموا بإكثار نباتات الزينة المنزلية في المنزل تاعنا، يعني بطريقة بسيطة. شوفوا هذه النباتات، أنا يعني عندي عدة نبات، يعني في كل مرة ندير عملية إكثار. دونك نحتاجوا هنايا التيرب ولا لو تيغو، تربة خفيفة. نحتاجوا أي وعاء مسترجع باش نديروا فيه النبتة تاعنا كي تكون صغيرة، ولا يعني أنغوبلي، يعني كأس مسترجع. نحتاجو بيوناز، ملعقة يعني باش نستعملوها، والماء للسقي. دونك شوفوا معايا، أنا حنعطيكم مثال على هذا النبات، نبات منزلي، نبات اللواي. هذا النبات يقدر حتى يعني في الماء ينمو عادي. راح نحيو قطعة من النبات الأم، يعني قطعة صغيرة من الساق. راح نجيبو كأس تاع ماء، الماء تاعنا ما يكون ماء الحنفية عادي، ولكن ماء يعني بايت كما اللي نحطوه للحوت. تنحو بعض السيقان اللي فيهم الاوراق، تخلوهم لمده 7 ايام، يعني اسبوع وهما في هذاك الماء. وشنو لازم نغيروا الماء كل يوم. اذا علاش نديروا هذه العمليه؟ باش نعطيو فرصه يعني المجموع الجذري، يعني الجذور روت، باش تخرج لنا هنايا تاع النبته تاعنا. شوفوا راح نوريكم الفرق. شوفوا هذه يعني نبته نحيتها درك، هذا الساق يعني ما يكونش فيه جذور، ما فيه حتى شيء. اما النبته يعني بعد ما تخليوها 7 ايام راح تلاحظوا باللي بدا المجموع الجذري يعني ينمو لها. لاحظوا معايا، شوفوا الجذور هنا، الجذور لازم تحذروا عليها، باسكو الا تكسرت الجذور خلاص النبات تاعنا عباكم بالجذور يمتص بها الماء والاملاح باش يقدر يكبر وينمو. فوالا، اذا هاي ليك يعني مات الجذور تاعنا في مده 7 ايام. درك واش راح نديروا؟ دوك راح ننقلوها من هذا الوسط تاع الماء الى وسط اولي، يعني حتى هو وسط اولي في الكأس المسترجع تاعنا، في هذيك العلبة الحديدية. شوفوا هنا هذه بدا يخرج لها واحد صغير جذر لأنه حطيتها بعد تانية. إذا نجيبوا الحصى دايما لو دغيناج تاعنا باش الماء يقدر يعني الماء الفائض هذاك يقدر يلقى طريق، يعني التهوية، نوع من التهوية باش النبات تاعنا ما يخسرش. وراح نجيبوا التيرب تاعنا، لو تيغو، يعني تربة خفيفة ما لازمش تكون ثقيلة. دونك التيرب هذا ومتوفر في الأسواق بأثمان مليحة. اذا ومن بعد نديرو ثقب، يعني بملعقه ولا باي اداه راح نديرو ثقب، وراح ندخلو هذاك القطعه يعني اللي خرجناها من نبات الام واللي عند نمات لها الجذور تاعها بحذر. نحذرو دائما على الجذور بالعقل، راح ندخلوها في هذاك الثقب هذاك. المهم الجذور لازم تكون تحت التراب، هذه على بالكم بها. نزيدو نغطيو لخص التربه من الفوق، اون فابلاتيغ هذاك لو تيغو تاعنا، يعني التربه لازم نضغطوا عليها مليح بالملعقه تاعنا. ومن بعد انا كيما هنايا يعني ندير فيها مساء هذه العمليه، يعني تندار صباحا، صباح الباكولا في المساء، ما لازمش ديروها يعني في منتصف النهار وين تكون الحراره مرتفعه، ديروها مع الصباح ولا مع العشيه كامل، يعني حتى في الليل وش عليه. تسقيو النبته تاعكم هنا لازم تشبعوها بالماء، يعني حتى تشوفوا باللي الماء راهو يخرج لتحت في هذاك الصح اللي هو يستقبل لي النبته تاعي. هنا راح نتوقف وراح ننقلها بيان سو، نخليها في الهواء الطلق، لانه النبته تحتاج الى اكسجين وتحتاج الى اشعه الشمس. اذا راح تلاحظوا بانه لدرتوا هذه العمليه يعني بشكل صحيح، تلاحظوا باللي النبته تاعكم يعني راهي تنمو وراهي تكبر. اسقيوها
فوغ مزور دايما مسو التربه كي تشوفوها بلي نشفت الى لازم تسقيو النبته تاعكم. والسقي يختلف بين فصل الشتاء وفصل الصيف، دونك في فصل الصيف نسقيو دائما النبته، يعني في بعض الاحيان تحتاج الماء يوميا. اما بالنسبه للنبته الاخرى حنا نسميوها الرتيله، دونك باسكو جايه جوغ الشكل تاعها كيما العنكبوت، يرتيلا يعني العنكبوت بالجزيريه. فوالا دونك تنحيو هذيك، شوفوا تولد سبحان الله، يعني ربي خلق حتى النباتات يتكاثروا. قلت لكم حتى هذه مشروع من المنزل، يعني الناس اللي يعشقوا عشاق النباتات، انا من عشاق النباتات يعني في المنزل. قلت لكم النباتات تجلب لنا الطاقه الايجابيه في المنزل، يعني شوفوا حتى الالوان تاعها يعني تجلب السرور للنفس تاعنا. دونك بنفس العمليه الجذور راني وريتها لكم تاع هاد النبته، دخلوها بحذر وديروا كيما درنا مقبل، تسقيوها بالماء، الماء الفائض خلوه، وتنقلوها الى الوسط الخارجي يعني في الهواء الطلق. وبعد ما تكبر شويه حننقلوها من هاد الكوبلي. هادو نلقاوهم في بعض الاحيان يعني يتباعوا، هادو النبيتات الصغار يتباعوا يعني 50 دينار في الجزائر والا 60 دينار. دونك هادي تقدروا تبيعوها نتوما، علاش قلت لكم تكون مشروع، ويجي هذاك اللي يشتريها يديها هو تفهمه يعني، ومن بعد ينقلها الى في قمعة يعني في وعاء كبير، يعني لو بو تاعنا اللي نغرسوا فيه النبته، وتفهموا شي لازم يدير لها. لا كنتو يعني من عشاق النباتات. فوالا دونك حنا حنخليوها حوالي اسبوعين، يعني بعد اسبوعين راح نوري لكم النتيجه. بيان سور ما راحش نستناو اسبوعين، انا هاد العمليه يعني حضرتها مسبقا، دوك نوري لكم النتيجه يعني بعد اسبوعين، لانه انا هاد العمليه يعني نديرها تقريبا، نديرها يعني كل اسبوع نكثر النباتات، نمدهم هدايا يعني للاحباب للجيران، نمدها كهدايا كذلك في الاعياد كما عيد الام كما اعياد الميلاد. وعلاش نروحوا نشريو حاجه يعني ما عندهاش قيمه؟ الناس بزاف يحبوا النباتات، دونك وهي حتى صدقه جاريه، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصانا ب إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة واستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فوالا دونك شوفوا معايا بعد أسبوعين، شوفوا النبتة تاعي راح تعطيني نبات مشابه تماما للنبات الأم، يعني خدينا قطعة منه راح تجي فوتوكوبي كيما تاع النبات الأم. هذا بالنسبة للوي تاعنا، بزاف شابة بزاف هاد النبتة، وتخلصنا عبالكم النباتات يخلصونا من غاز السي أو تنين اللي هو كتر في هاد الاونه الاخيره. هذه تاني ترتيله تاعي راهي تكبر. فوالا تخليوها هذه رتيله على بالكم باللي تهيج تكبر بالبزاف وتقعد ما هي تولد لكم. دونك اللي يحب كيما انا هذاك اللواي كان راح يموت لي، هذاك اللي تشوفوا في البو يعني البينك هذاك الوردي، صدقوني ولا درت له التفل القهوه لو مار دو كافي، درت له قشور البيض عاود حيا. وشوفوا درك جي بروفيتي، قلت لازم نعاود نقلو باش ما اوكاو يعني تموتكم النبته، ولا يكون عندكم ولادها يكونوا كاينين ولادها. فوالا لي غونفلاسيو. جيسبيغ تكون عجبتكم الورشه تاع اليوم، يعني شفنا كيفاش درنا زينا لو بو تاعنا، وشفنا كيفاش قمنا باكثار نباتات المنزليه للزينه في المنزل في وقت قصير. اذا عجبتكم ما تنساوش دائما اللايك، سبسكرايب لكم تجدد، وخليونا التعليقات تاعكم ولا عندكم اي اسئله ما تنساوش باش تخليوها لنا. دونك نتلاقاو احبائي في ورشات اخرى، بقاو على خير وتهلاو في روحتكم، مع السلامه.